لولا نبر كمال مدوري رئيس الحكومة لدى لقاء البارح بقصر الحكومة اجتمع برؤساء الهياكل برئاسة الحكومة وحكي على أهمية استحقاقات المرحلة وقيمة الانتظارات فيما يتعلق بتجديد مناهج وأساليب العمل الإداري والرفع من مردودية المرافق العمومية وإعلاء قيمتها. شدد المدوري خاصة على مبادئ الاستمرارية والحياد والنزاهة والشفافية والنجاعة، وقال إن الوقت اليوم هو وقت تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات واستكمال مسار رقمنة تلك الخدمات، وحكى أنه اليوم المعركة هي معركة بناء وتشييد في إطار إصلاح حقيقي يضمن نجاعة العمل الإداري وجودة التصرف العمومي ومكافحة الفساد وتفكيك منظوماته والتوقي منه. هذا جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. سيد العميد، إلي غران تان اليوم هذا أساس فوا ساق بكل شيء نهنيه أو كون حد دي بريوريتي، حد معناها أولويات، خاطر ظاهر اليوم شنو الأولوية المطلقة. أنا لما نقول مسؤول يحط الأزمة اللي قدامه هي مشاغل المواطنين. الإنسان اللي يفيق بمشاغل المواطنين يبدأ مباشرة في حلحلتها، كيفاش؟ بالاجتماعات المتواصلة وإيجاد حلول جذرية للمشاكل، واضحة المشاكل واضحة، غلاء الأسعار، غياب بعض المواد، فهمتني، تغول بعض فهمتني كذا الأمور في تونس ظاهرة، منين المشاكل متاع التسيب ظاهرة. أنا أقول له حجة برك سيد رئيس الحكومة، والله يراه سر في تونس بسيط جدا، هو فرض الانضباط على الكل في جميع المجالات. هذا بيت القصيد، والله تجربتي الخاصة البسيطة اللي الدول اللي شفتهم وتعتبر روح الدول العظمى، جيت نشوف من داخل وانا مشيت رأسا باش نثبت علاش ألمانيا كنت نسخايل الحكاية عقلية والألمان لا سيدي لا لأنهم وجدوا الحل بعد 1945 لفرض الانضباط بالقانون وتطبيقه بنسبة 100%. هذا هو السر يا سيد رئيس الحكومة، راه لابد اليوم من إيجاد حلول لفرض انضباط وتطبيق القانون بنسبة 100% والتشهير بكل من يتلاعب بالقانون ومن يزيف ويحاول يتعدى القانون. يعني نعطيك مثال، راو العون اللي وقف سيارة مخالفة مش من حقه باش يقول له سامحتك، مش انت باش تسامحه، انت مكلف بتطبيق القانون. بربي سامحني، لا ما سامحكش، لاني المخالفة تعني انك يا ولدي اذا كان انسان ولا هو باش يسامح ما تخذنا راو، ليش؟ على خاطر انت مهمتك تطبيق القانون انفاذه فقط، لعب. هذا هو في هذا مثال اعطيته، حطوا توا اجهدوا على جميع المجالات تو تولي تونس خير من سويسرا. واضح، شفت وين ما حبش يتكلم هو سليم العاصي يظل له معنا ومراده اللي قال عاونونا، يا اخي طلعت قاسم كيفيته عاونوهم شنو مومو عاونوهم توا معناها ما فهمتش، قال لي ما نتكلمش، ولا 52% يا قاسم كيفي هاو العينين توا كيف 50 هاي تاعك اللهم يا خويا ايش باش نقول لك، شي فاهمين اللعبه يا جماعه. معز، اجتماع مهم جدا، ايوه، والمواضيع تجديد المناهج واساليب العمل الاداري، الحياد والنزاهه والشفافيه، هذه كلها برامج متوسطه وطويله المدى في شهرين مع احنا على الانتخابات. لهنا ولهنا حتى مهما كان ماء الانتخابات هذه هي الاولويات اللي لازم تكون في الحكومه، على خاطر وقيت باش نرتقيوا بالاداره التونسيه، وقيت باش نخدموا على تعصير الاداره التونسيه، نحكيوا على الرقمنه والحكايات هذوما الكل اللي هي بالنسبه لينا مهما كان مقال الانتخابات هذه هو السياسة لازم نشوفها، خاطر المواطن تحب. ولهنا حتى تصبوا على مشكلة المشاكل العقارية، راهي المشاكل العقارية من أكبر المشاكل اللي موجودة في تونس، على خاطر نشوفوا اللي فما مشاريع كبيرة موقفة وتمويلاتها مرصودة وموقفة خاطر مشاكل عقارية. فما عديد الشباب اللي عندهم أراضي من الجمهور استغلوها خاطر مشاكل عقارية واللي تيترو حكايتها ذو من كل. أنا بالنسبة لي أنا حتى صبوا على الداء، ولهنا بين اللي هو فما رؤية، وهنا نشجع بالحق لهم انا اللي يلزمنا هذوما الاولويات الكبيره، خاطر كي نرتقيوا بالاداره باش المواطن باش يرتاح اكثر هكا ولا لا، يولي نجم يركز في حوايج اخرين في خدمته في شريكته، ويسهل برشا الامور، تسهل اجراءات. ولهنا انا بالنسبه لي اتفق معه 100%، وان شاء الله معناه حتى لا فاسون اللقاء اللي صار ستانت معناها مبادرة وامل دي فهم باقي حاجة ماذا بي عملها تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة. ويعطيك صح اكزاكتوما كل يوم شو نقولوا تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة دكتور. والله شوف
انا سي با اون بريوريتي بون نطلق رسمي نجم يجي وقته المفيد المفيد لزكس والافكار وفما اون ديناميك توا كي نشوفوا سيد رئيس الحكومه فما اون ديناميك جديده مع شكل رئيس الحكومه مقيله شويه باه تبقى الافكار هايله التطبيق التطبيق كيفاش الحلول راهو مش في الافكار الافكار اي عبد معناتها يعرف مشاكل انفان اي عبد معناتها عبد مسؤول يعرف شنو مشاكل التوانسه بالضبط اما كيفاش باش نطبقوه وشكون باش يطبقوه المشكل هو في التطبيق اداه التنفيذ في تونس فيها وعليها نعرفوه هذا نبداو من اللي باش يمشي يطبق في المرشي على السوام من شوف من غير ما ندخلوا ياسر في مشاكلنا الصحيحه نخليوا الاداره ورئاسه الحكومه كيفاش باش تعمل لي ميجود ديسيبلينار باش العباد تطبق القانون هذا هو هذا هو صحيح معناتها انا في الاخر جو دو جوان كلام سيد العميد هو قالوا هاني دخلت انا زدت عملت شويه ديتاي راهو مشكلنا في اداه التنفيذ انت تنجم تحط القوانين اللي تحب تنجم تحط الدفنوم يطبق حتى شيء سوغ تيغان تمام خميس وخموس واعطيني وعشرة وعشرين فهمت موجود هذا فهمت معناتها ماذا بينا فما دي مويان دو كونترول تاع العباد قال الرجل لابوليس دو لابوليس فهمت ومهم زاد هذا الكلام تقول فيه على خاطر انا شفت انه اختار سيد رئيس الحكومه انه يلتقي برؤساء الهياكل برئاسه الحكومه واللي يفهم في العمل الحكومي ويفهم في كيفاش لي نوت سيرفيس تهبط وشكون اللي فريمون عنده الكلمه الفصل في الاخر فيما يخص الادارات راه الكتابه العامه للحكومه والهياكل الاداريه اللي في الحكومه مشيش لم الوزراء في مجلس وزاري وقال لهم أي كل وزير يتلهي بالإدارة متاعهم شي للهياكل تاع رئاسة الحكومة اللي هي عندها لبرمي ديغني رغار على الأمور الإدارية وحنا حكينا البارح قلنا المديرين العامين والديبارتمان في الوزارات وغيره راهو هذايا مش من مشمولات هي طبعا هما يرجعوا للوزير لسيد الوزير لكن راهو الهياكل هذه الإدارية عندها لو دغوا دو رغار وهي اللي تهبط لي نوت سيرفيس الكبار بالنسبة للإدارات مراد أنا كي نقرأ في البلاغ اللي هو يقول تجديد مناهج وأساليب العمل الإداري نفهم من هنا اللي فما قفزة نوعية فما عمل اللي يلزمه يكون معناها موجود كما قال خويا معز إذا كان نحكيه على الرقمنا إذا كان نحكيه على تبسيط الإجراءات الإدارية بالنسبة للمواطن احنا تطور تجم تقول بعاد عليها نعرف وكنا نمشيو للبلديات وكنا بمشيو نطلع وراخ وكنا باش نمشيو نقضي وشور ساعات ورقة يتم تاخذ عليها نهار كونجي باش تطلعها فبالتالي العمل هذايا والجلسه هذه تنجم تكون جات في وقتها وإلي طون باش نلقيو بالاداره نتاعنا. واضح معز. بالنسبه لي انا تو حتى اللي صاير هذا الكل راه سي تري امبورتون بالحق راه يلزمنا نمشيو تو ما عادش حاجتي انا خاطر شفت تو عندنا 12 سنه 14 سنه تو هكا ولا لا وحنا نسمع نفس الكلام نفس السرديه راه وكل واحد يجي يقول نفس السرديه اللي حاجتنا احنا تو نركزوا في بعض النقاط كما حطهم السيد رئيس الحكومه بعض النقاط وننفذوهم على خاطر اون فوا نفذناهم راه نتحلوا برشا مشاكل برشا مشاكل والبلاد هذه ما تتطور الا من ناحيه العبء الاداري على المواطن التونسي ما فيش الاداره والمواطن هدى معني انا نحب نحكي معك اليوم المواطن شنو طالب من الاداره احنا فهمنا السيد رئيس الحكومه شنو طالب منهم رؤساء الهياكل المواطن اليوم البسيط شنو طالب من الاداره نتاعو انا اعتقد انه المواطن البسيط طالب من الاداره ان يتعاملوا كحريف الحريف هو اولويه ارضاء الحريف اولويه عقليه القطاع الخاص لي كليون اي لو روا انا في هكا نعتقد حلو الفكره ونرجع بصراحة. ونرجع انا للكلام المهم اللي تقال اللي ينبع على دياغنوستيك معناها افيكاس بالنسبه ليا انه تجديد المناهج العمل الاداري والرفع من مردوديه المرافق العموميه ان تكون المرافق العموميه عندها مردوديه عاليه لان هي المردوديه نتاعها توا طايحه برشا وقتها للموظف كي يخدم فما مردودية عالية كي تبدل المناهج متاع العمل في الإدارة وتعمل ريكتيفيكاسيون في القوانين راهو يولي الموظف يعرف روحه كي هو باش يجيب معناها فلوس راهو باش ياخذ فلوس زادة مش باش يبقى شهريته هكاك راقدة معناتها مصهية مسمار في حيط مش جهتين معناها هو ديما ياخذ شهرية أما زادة شهرية ديما هي دونك بالنسبة لي هذايا ملخص
الحديث، وقت اللي الإدارة العمومية تولي تدار بمنطق القطاع الخاص. يلزمها تربح، يلزمها تربح الإدارة العمومية، يلزمها تولي رابحة، يلزمها تخرج من منطق ديفيسيت. هو حتى بالحق في البنوك في المؤسسات كي تدخل البلاصه بريفي انت تبدا عارف اللي مش قضيتك باش تتقضى، وكي تمشي للبلاصه لاي مؤسسه عموميه تعرف اللي واش عليك معناها. الفرق واضح، هذا الفرق اللي السلاح اللي عندها ذوما نحاول هذوما. شنو السلاح اللي عندها ذوما؟ هي شنو هي اليات القياده؟ هي العقوبه والمجازات. اللي يخدم انجازيه واللي ما يخدمش نعاقبه. هذه تنحات للراي في الله من 2011 نحات، اللي يخدم وما يخدمش يخلصوا كيف كيف وما ثم حتى مشكل. فهمتني؟ هنا يلزم توا رئيس الحكومه هذا يرجع توا اليات القياده للمديرين الكل، لان ما عادش عندهم الحقيقه. نقولها لك انا ندور ونشوف فيها من الكل، وحكيت مع البعض منهم، ما عادش عنده باش يعاقب ويجازي. اليوم نرجعوا كما كنا، اللي يخدم باش نثمنه، ولا يخدم واش يخدم ويقول لك يخدم باش نترقى باش ناخذ توا الناس كل ترقى على بعضه على بعضه الاليات اللي كانت موجوده للقياده نحاوها. دكتور الاليات نحاوها، وزاد نرجعوا لقبل 2011 كيفاش كانت الامور تسير في البلاد. كان فما خوف، كان فما خوف من الرئيس السابق والعائله الحاكمه، والعباد كانت شاده بلايصها بالخوف. توا نحن من بعد الثوره عملنا ديمقراطيه، شنو المويه اللي قعد عندنا باش هالخوف هذا نعوضوه بشنو؟ من نجمو نعوضوه كان بالقانون. من نجمو نعوضوه كان بالقانون، خاطر يكذب عليك الناس الكل نعرفوا، الناس الكل نعرفوا اللي الرشوه والمحابات والمحسوبيه وهذوما اللي سلوغون هذوما الكل كانوا اقل قبل الثوره. توا ولاو اكثر ودوخ، معناتها نحن عملنا ثوره ما هو كرامه وطنيه وهذوما الوحوش اي نتاع الثوره. عملنا العكس. علاش عملنا العكس؟ على خاطر كما قال سيد العميد، لو بوفوار ما عادش. قبل كان الدكتاتورية مبني شيء على الخوف. التونسي كان يخاف، يحسب، عنده سيف على رقبته. كي ولات حرية ودشنو الناس كل ولات تعمل في اللي تحب. دونك نحن باش نقاوموا الشيء هذا من نجمه كان بالقانون وبتطبيق القانون. الأداة كيف باش نطبقوا القانون. واضح. إي لو كيف كوا؟ واضح. معناها توا راهو الهياكل هذيا هي معنيه بتجديد التشريعات فيما يخص الاداره. شكون فاش قاعد يعمل في هالبلاد؟ على خاطر احنا ما عادش فاهمين ونشوفوا فيها حتى في ما تعاوديش بعد يا سليمه فقت بها. لا برش عليك اورال وهذي برشا في صبحيه ياسر في صبحيه نشوفوا انه حتى المسؤولين توا كيف تتوجه له يقول لك ليه مش عندي راهو الموضوع عند الاداره الفلانيه. المواطن زاد طالب باش يعرف كيف كوا. طالب كي يمشي المسؤول ما يقعدش يبعثوا للمسؤول الاخر والبيرو نمره 4 ونمره 5 ونمره 6. مازلنا معكم في ناس الديوان، فاصل وراجعين.